عندما تكلمت ببعض الأمور وهاجمت بعض الشخصيات من خلال مقطع وصل إلي. وما أريد أجيب أسماء كثيرة مولانا، واحدة منها هذا الحقير أمامكم عز. هسه دا ينسبون إلي، لا يقول بعصمة الأئمة، لا يقول بكذا، لا يقول بكذا. بابا لا أقل، أنتوا ارجعوا إلى تراثي، شوفوا بي هذا الكلام ماذا، ارجعوا إلى دروسي، شوفوا أكو مكان لهم. ها وين يقوله أعزائي؟ ها في مجالس الخاصة، أنتوا لا تعلموا بينك وبين الله بعد ماذا شلون تدافع عن نفسك. وهذا المقطع مدته دقيقتين، ما أدري متى صارت المقاطع الثانية، ثلاث ثواني وعشر ثواني ودقيقة ودقيقتين، حج على ماذا؟ حج على صاحبي. وهذا المقطع مدته دقيقتين، ما أدري كذا، اسأل كلهم بينكم وبين، قرأتم كتابا واحدا له لولا؟ يقول لا، اسمع المقاطع مالك. ما أدري متى صارت المقاطع الثانية، ثلاث ثواني وعشر ثواني ودقيقة ودقيقتين، حج على ماذا؟ حج على صاحبي. وخذاني الغضب والغيرة على المذهب، وتكلمت بعجالة وبسرعة من دون أن أتحقق من الأمر. ولذا نصيحتي لكل من يستمع لمقطع لي مقطوع من درس، هذا ليس حجة، لا يمثل رأيي، وإنما ينبغي أن يستمع من الأول إلى الآخر حتى يعرف رأيي في المسألة ما هو. أحد النواصب أخذ مقطع جزء بسيط صغير من محاضرة السيد كمال الحيدري وبث في قنوات والمواقع الإلكترونية، فلما أتاني هذا المقطع ولم أطبق مقولة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، داو الغضب بالصمت، وما تحققت من الأمر حيث بين الحق والباطل أربعة أصابع، اتهمت وظننت بأن السيد كمال الحيدري نكر الإمامة أو أنكر الإمامة، فتكلمت بهذا الكلام وقلت بأن السيد أنكر الإمامة أو شيء من هذا القبيل، وتهجمت على السيد. بعدما تحققت من الأمر، وبعض الأخوة مشكورين جزاهم الله ألف خير، وهذا ينبغي أن يكون، المؤمن مرآة أخيه، أرسل إلي المحاضرة كاملة، أرسل إلي المحاضرة كاملة، ومن خلال المحاضرة السيد ما نكر الإمامة أصلا، السيد طرح فكرة موجودة عند العلماء وفي المذهب الشيعي، وهل الإمامة هي تعتبر ضرورة من ضروريات الدين أم تعتبر ضرورة من ضروريات المذهب؟ انقسم العلماء، علماء الطائفة، إلى قسمين، قسم يقول بأن هذه الإمامة ضرورة من ضروريات الدين، وقسم يقول بأنها ضرورة من ضروريات المذهب، ولكن الفريقان يجتمعان بأن الإمامة تأتي من خلال النص، من خلال التعيين الإلهي، ليس بالاختيار أو بالشورى، وأن الإمامة عند الشيعة هذا شيء مسلم منه وفارغ منه. أنا بفهمي الخاطئ وسرعتي والعجالة من غير أن أتحقق من الأمر، كان ينبغي علي أن أتحقق، أن أتريث، كان ينبغي علي أن أرفع الهاتف على السيد كمال الحيدري وأستفسر منه، سيدنا شنو هذا الكلام؟ شنو رأيكم بهذا الأمر؟ شنو قصدكم من هذا الذي قيل؟ ما أحكم على الرجل من خلال، أو حتى لو سمعت المحاضرة كاملة، كان ينبغي علي أن أتحقق من الأمر من السيد نفسه. الاعتراف بالخطأ فضيلة، مثل ما أنا كانت عندي الشجاعة والجرأة وغارية على المذهب وحرصا على المذهب، إن هاجمت السيد وبعض الشخصيات وبعض الرموز وتكلمت عليهم، كذلك عندي الشجاعة وعندي الجرأة أن أخطئ نفسي وأن أعتذر إليهم، لأننا كلنا تحت راية واحدة، وهي راية علي بن أبي طالب، راية الولاية، راية أشهد أن عليا ولي الله. وهذا الاعتذار لا يكون فقط هنا في هذا المكان، لا، سوف يكون الاعتذار، أذهب إلى مقراتهم وأعتذر منهم أمام العلن، أمام العلن. وفي هذه المحاضرة راح أفند الكلام اللي قلته في المحاضرة أو في الكلام السابق، ما أسميها محاضرة. الآن أنتم تجدون هذه المشكلة الأصلية اللي الآن موجودة على المواقع، مو فقط مشكلتي أعزائي، وهي أنه عندما ينقل رأي فقهي أو أصولي أو كلامي أو عقدي أو تفسيري أنقله بعد ذلك لعلي أناقشه، ولكنه يقطع مولانا ويوضع في المواضع أنه هذا رأي من؟ رأي السيد الحيدري، مع أنه الصريح عند أقول ليس بالضرورة أن كل ما أنقله من الآراء ألتزم بتلك الآراء. إذن أعزائي، طبعا الآن أنتم في المواقع لو تدخلون، بيني وبين الله مسألة العصمة، مسألة ولادة الإمام الثاني عشر، مسألة الخلافة لأمير المؤمنين، مسألة كسر الضلع لسيدة نساء العالمين، وعشرات المسائل اللي الآن دي يبثوها، مسألة الخمس أخيرا مولانا أيضا أخذت موقعا واسعا في المواقع الإلكترونية.
أعزائي هذه آراء أنقلها، لعلي أتفق معها ولعلي أختلف، لأن الحوزة أساسا لمثل هذه المسائل. ولذا نصيحتي لكل من يستمع لمقطع لي مقطوع من درس، هذا ليس حجة، لا يمثل رأيي، وإنما ينبغي أن يستمع من الأول إلى الآخر حتى يعرف رأيي في المسألة ما هو.